عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم يا الغزالات يا الفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وفي احسن احوالكم. عاود ثاني جيت بفيديو كما العاده، فيديو ان شاء الله اللي غادي نشارك فيه معكم عيد ميلادي. عيد ميلاد على قد الحال، غير انا وراجلي بزوج ظل هاد كورونا، قلت علاش لا ما نحتفلش انا بعيد ميلادي ونبدل الجو. صراحه ماشي انا من النوع اللي تحتفل بالعيد ميلاد، ولكن بزاف ماشي ضروري نحتفل بعيد ميلاد، ولكن دابا قلت نبدل الجو ونحتفل غير انا وراجلي. عيد ميلاد بسيط خفيف ان شاء الله، غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديالي في تحضير الكيك او حلوه لاكريب، حلوه العيد ميلاد ان شاء الله تعجبكم. طريقه بسيطه جدا على قدي انا وراجلي، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى تستمتعوا معايا. وشكرا بزاف، شكرا لكم، شكرا لاي واحد دخل وتفرج في الفيديو، لاي واحد خلى لي في الفيديوهات القدام لايك، دار لي شي كومونتير زوين، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. وغنبقى كل فيديو نديرو غادي نشكركم فيه، وما عمر هذا الشكر ما غادي يتسالى. شكرا لكم بزاف، ودابا نخليكم مع الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه.
Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. اخيرا كنشكر اي واحد بارك لي عيد ميلادي واخا ما درتهمش كلهم، كاين اللي بارك ليا في التليفون، كاين اللي بارك ليا في اوديو، صراحه ما درتهمش كلهم، ولكن شكرا بزاف بزاف بزاف. اجمل يوم هو يوم عيد ميلادك يا اجمل هدهد في الكون، جعل الله كل ايامك فرحه وهنائا.